هلو ماي دير ستودنتس، اهلا بكل متابعين قناه انجليزي كل المراحل وبكل طلاب برايمري 3 مكملين مع بعض منهج كونكت للصف الثالث الابتدائي الترم الثاني. وصلنا معاكم ليونت 12 وخلصنا اول ليسن فيها. النهارده ان شاء الله هندرس مع بعض ليسن 2 وليسن 3. يلا بينا، بسم الله. هنحضر الكتاب المعاصر بيج 274 ويلا بينا على طول نشوف الدرس بتاعنا بيرتبط بايه. هو الدرس بتاعنا بيرتبط بماده الساينس النهارده شويه، علشان هيتكلم على البالانسد دايت. البالانسد دايت اللي هو الغذاء الصحي المتوازن. ازاي اقدر اعمل رجيم او اقدر اعمل ان انا ابقى ماشيه على نظام صحي متوازن يبقى فيه كل العناصر الغذائيه وما يكونش فيه حاجات unhealthy، ما يكونش ان انا اتغذى على حاجات غير صحيه. تعالوا نشوف ايه الاول، ايه الحاجات الصحيه، الاكل الصحي ايه هو والاكل الغير صحي ايه. بصوا كده هو بيقول لي هنا ايه، types of food انواع الاطعمه، انواع الطعام are divided مقسم متقسم into الى healthy and unhealthy، الى صحي وغير صحي. يعني الطعام عندنا في منه الصحي وفي منه الغير صحي. المفروض ان انا ابقى عارف ايه هو الطعام الصحي واقدر ان انا اكل منه واكتر منه علشان يبقى جسمي صحي، واعرف ايه هو الطعام الغير صحي. بصوا كده، الهيلثي فود الطعام الصحي زي الفش، السمك، فش، سمك، الاسماك طبعا بكل انواعها، الاس اتش منساش ان هي بتتنطق، اجز، بيض مفردها بيضة، اج البيض، كمان ملك لبن، وبريد خبز العيش، برضو محتاج جسمي قدر من العيش في الوجبة علشان بيديني طاقة، كمان السيريالز الحبوب، سيريالز حبوب اللي هي حبوب القمح، الحبوب المتنوعة، fruits and vegetables الفواكه، fruits الفاكهة بجميع أنواعها، والvegetables كلها فيها vitamins، فيها يعني مجموعة فيتامينات كتيرة جدا بتمد الجسم. كل فاكهة سبحان الله فيها فيتامين معين مفيد للجسم، علشان كده لما أكل من الفواكه كلها جسمي هيقدر يستفيد من الفيتامينات دي كلها. بوتيتوز اللي هي كربوهيدرات، البطاطس، ميت، لحمة. يبقى ده الهيلثي فود، الطعام اللي اقدر اعتمد عليه واكون متأكد ان هو طعام صحي. تمام كده، فش، اجز، ملك، بريد، سيريالز، فروتس اند فيجيتابلز، بوتيتوز، ميت. تمام. طيب امال ايه الطعام بقى الغير صحي؟ الطعام الغير صحي unhealthy food. وللأسف في الطعام الغير صحي ده كتير قوي مننا بنحبه لأن طعمه شوية بيبقى حلو وبنكتر منه. المفروض حتى لو احنا بنحبه المفروض ان احنا ناكله بقدر معين، يعني ناكله بكميات قليلة مش نكتر منه. من الطعام الغير صحي الآيس كريم، السي هنا بتتنطق كأنها بساوند حرف الكي، ايس اهي السي الاولانيه اتنطقت بالسي العادي. في طبعا رول كده لحرف السي، امتى انطقه حرف سي وامتى انطقه بساوند حرف الكي، هتلاقوه في سلسله حلقات التاسيس على القناه، مدته دقيقتين كده تقريبا شوفوه. يبقى السي الاولانيه بتتنطق كانها ساوند سي والسي الثانيه كانها كي، ايس كريم، اللي هي المثلجات عموما. برجر اللي هو الهامبرجر لانه بيبقى فيه فاتس كتير وفيه يعني مواد غير صحية. برجر، سويت حلوة اللي هي المصاصة، الملبس، الحاجات السكريات الكتيرة قوي قوي المضرة على الجسم. شوكلت، السي اتش بتتنطق كأنها تشا، شوكلت والسي هنا كأنها بساوند الكي. شوكلت، الشوكولاتة طبعا كتير مننا بيحبها، كلنا طبعا بنحبها بس المفروض مش ما نكترش منها.
تعالوا نتنقل لبيج 275 ونشوف الكلمات اللي عندنا. هو بيقول لي هنا دي كلمات اكتر شويه يعني نتعرف عليها. احنا كده عرفنا ايه الطعام الهيلثي وايه الطعام الانهيلثي، فاقدر بقى ان انا اوازن ما بينهم واقدر اعمل لنفسي وجبه صحيه متوازنه، وجبه تبقى شامله على كل الفيتامينز اللي اقدر امد بيها جسمي، البروتين، الشوجر، الفات، اقدر امد جسمي بوجبه صحيه متكامله عن طريق الغذاء ده. يعني اقدر اعمل وجبه من ميت مثلا ومن بوتيتوس ومن سيريالز وبريد كده. تعالوا نشوف كده الكلمات هننطقها ازاي. بالانسد دايت معناه نظام صحي متوازن، الدايت مش معناه رجيم، الدايت معناه ان انا اعمل نظام صحي متوازن اكتر فيه من الاكل الهيلثي واقلل فيه من الاكل الانهيلثي ما كنتش اتجنبه يعني خالص، وعلشان كده هقدر ان انا اخس، لان الاكل الانهيلثي من ضرره ان هو بيتخن كتير، فعلشان اعمل دايت اعمل نظام صحي فانا هقلل من الاكل الانهيلثي وهزود من الاكل الهيلثي. فيتامينز معناها فيتامينات، فيتامينز الجمع فيتامينات. نيوترينتس عناصر غذائيه تمام. نيوترينتس فايبر الياف في اغذيه بتحتوي على الياف زي البرتقال واليوستافانزي، كلها الياف بتحسسني بالشبع ومش بتخليني اكل كتير. السي هنا بتتنطق بالساوند الكي. كربوهيدرات والواي كانها كسره شويه او يه شويه، كربوهيدرات اللي هي الكربوهيدرات اللي هي زي البوتيتوز والباستا، البطاطس والمكرونه والرز، كل دي كربوهيدرات بتمدني بالطاقه، بتمد الجسم بالطاقه، يعني لازم برضو قدر معين منها. الديري برودكتس بصوا، برودكتس منتجات وديري اللي هي الالبان. ديري برودكتس زي الميلك، التشيز، الجبن بمختلف انواعها، الالبان، منتجات الالبان عموما بتمدني بالكالسيوم. بصوا اهو، جه بعديها اهو كالسيوم. السي الاولانيه بتتنطق بالساوند حرف الكي، والسي الثانيه كانها ساوند حرف السي. كالسيوم اللي هي عنصر الكالسيوم اللي مهم جدا لبناء الاسنان وبناء العظم. بروتين بلاقيها في الميت، في الفش، في التشيكن. بروتين. سكر. السكر في السكر العادي يا اولاد، يعني لو سكر زي السكر في الحلويات هنا زي ما احنا قلنا في السويت هنا، ده اللي غلط، لان سكر صناعي بيكون مواد صناعية بتبقى يعني كيميكال شوية بتبقى غلط على الجسم، لكن السكر اللي في الفروتس او في الفيجيتابلز بيبقى سكر طبيعي فمفيد للجسم. تمام، لازم اتحكم في كميه الشوجر اللي هتدخل جسمي، واقدر كمان يعني اعرف ان هي كميه كده طبيعيه ولا لا. فات اللي هي الدهن. فات. تيست طعم او مذاق. تيست. بونز عظام، بون عظمه، وبونز عظام جمع. سترونج قوي صفه. دي كانت كلمات جديده بيعرفني عليها. تعالوا بقى نتنقل لبيج 276 كده ونشوف مع بعض. هنا بقى مديني كذا بسج كده بيعرفني ايه، ازاي اقدر اعمل غذاء صحي متوازن. تعالوا كده نشوف ونعرف ممكن نقدر نعمل لنفسنا غذاء صحي ازاي. بصوا كده بيقول لي ايه. A balanced diet، الغذاء الصحي المتوازن، is important، طبعا مهم، يكون مهم. important معناها مهم، طبعا مهم. ليه؟ it helps us، هو يساعدنا، to have a healthy body، الجسم يا ولاد ربنا خلق جسمنا زي ما انا هحط له الاكل اللي انا هضعه فيه، الاكل اللي انا هاكله هو اللي هيخلي جسمي صح ولا لا. يعني هو انا هقدر اتحكم في صحة جسمي ان انا يبقى امتلك جسم صحي، ربنا وهب لي الجسم ده
نعمة من عنده، فلازم ان انا اقدر احافظ على النعمة دي. احافظ على النعمة دي ان انا مهلكش جسمي، ان انا اقدر احافظ على جسمي، ان انا اكل الغذاء الصحي المتوازن اللي يحافظ على جسمي جسم قوي متوازن، ما اكلش اكل يضرني يحسسني بالكسل زي البرجر، اكل فيه فاتس كتير، لا. لو انا اكلت اكل بالانسد، اكل متوازن، هيديني هيلثي بودي. تعالوا نشوف ايه بقى. وي نيد تو ايت، نحن نحتاج لكي ناكل ايت ا لوت اوف فروت، الكثير من الفاكهه. وكلنا فاكهه كتير قوي مفيش اي حاجه هتضرنا، بالعكس هتفيد جسمنا، هتمد جسمنا في فيتامينز كتير قوي قوي. اند فيجيتابلز، والخضروات برضو نفس الحكايه، كل خضار ليه فاكهه كتير قوي. الجزر فيه فاكهه للنظر العين، ثمرة الجوافة، الكمثرى، كل الفواكه وكل الخضروات. This is، هذا يكون the biggest part of a healthy diet، يعني هذا يكون أهم جزء أو الجزء الأكبر من في النظام الغذائي. يعني أخلي النظام الغذائي بتاعي يحتوي أكبر قدر منه على الفاكهة والخضار، هحس بالشبع كتير قوي، هيحسسني بالشبع، وكمان هيمد لي جسمي بفيتامينز كتير. بصوا كده، fruit and vegetables give our bodies vitamins، بتدي الفاكهة والخضار بيعطوا أجسامنا الفيتامينات المهمة لي. The next biggest part، يعني الجزء المهم التاني بقى، الجزء اللي يعني بيالي الأهمية من الفاكهة والخضار اللي بعده بقى على طول of our diet should be bread. bread، الخبز. في ناس كتير تقول ممكن لا ما اكلش خالص bread، لا، ولا اكل خالص cereals، لا خالص، ولا potatoes. لازم كل حاجة ربنا خلقها فيها قدر معين من الفايدة اللي هتيجي على جسمنا بالنفع. يبقى the next biggest part of our diet should be bread, cereals and potatoes. They give us fiber، هيدوني ألياف هتحسسني بالشبع، and carbohydrates، وكربوهيدرات هتديني طاقة لجسمي. بعد كده milk and dairy products، اللبن والمنتجات الألبان عموما، gives us calcium، بتديني عنصر الكالسيوم. عنصر الكالسيوم ده بيعمل لي ايه؟ This makes، هو بيجعل our bones، عظامنا strong، قوية. ميت، اللحمة، and fish، والسمك، give us protein، بيدوني البروتين. We need a little fat، يعني محتاجين برضو دهون بكمية قليلة، little، and very little sugar، وسكر بكمية قليلة جدا. We also، نحن أيضا need to drink، بنحتاج ان احنا نشرب a lot of water، بنحتاج نشرب مياه كتير جدا. ربنا قال في كتابه الكريم وجعلنا من الماء كل شيء حي، ربنا جسم الإنسان 70% منه بيتكون من المياه، لازم أشرب مياه كتير جدا طوال اليوم علشان أقدر أبني جسمي وكل خلايا جسمي وكل أجهزة جسمي تحس إن هي بتنمو من المياه. Water helps our bodies to take the nutrients from the food we eat، المية بتساعد أجسامنا إنها تأخذ العناصر الغذائية من الطعام اللي بنأكله. We eat، تمام؟ طيب تعالوا نروح بقى لبيج 277، وتعالوا نشوف كده. هنا هو بيقول لي لون لي الكالر، colors the circles of the healthy food in and in green and those of the unhealthy food in red، هنلون الطعام الصحي باللون الجرين والطعام الغير صحي باللون الاحمر. لازم بقى الولاد يعرفوا ايه الطعام الهيلثي وايه الطعام الانهيلثي وهم من نفسهم كده، علشان نطلع اجسادنا قويه واجسادنا كويسه لازم نعرف نتغذى على ايه صح. اول حاجه هنا السويت هنلونها طبعا باللون الريد لان هي انهيلثي. الديري برودكتس، المنتجات الالبان، لا بالجرين، دي هيلثي لازم اكتر منها. الفروتس اند فيجيتابلز، ها هيلثي. الشيبس، شيبسي، ها unhealthy. الشوكليت unhealthy. الايس كريم unhealthy، طبعا كتير هيعترض على حكايه الايس كريم والشوكليت دي. الفش healthy، ها الياجريت والتشيز healthy، الزبادي والجبنه.
كمان النوتس المكسرات، ها هيلثي، كمان البريد، بريد النوتس المكسرات، وممكن كمان تكون سيريالز. تمام هيلثي البريد، هيلثي البرجر، ان هيلثي ها، والبريد هيلثي. تمام طيب بصوا كده، هنروح لصفحة بيتش 278 ويلا نشوف معايا الاكتيفيتي دوت. بيقول لي look complete and color، يعني انظر وكمل ولون. تمام تعال نشوف كده هو بيقول لي ايه. هنا جايب لي كل صورة وكاتب لي عليها ايه. خلاص الصورة الاولانية اهي بريد وسيريالز حبوب وبوتيتوز. تمام طيب الصورة التانية ها فش، صح يبقى ايه دي فش وميت كمان، يبقى ميت اند فش، ميت اند فش. طيب الصورة هنا، هنا واضحة فروت اند فيجيتابلز، فروت اند فيجيتابلز. هنا منتجات ألبان يبقى ديري برودكتس، ميلك اند ديري برودكتس. تمام هنا بقى ده طبعا ان هيلثي، صورة مجمعة الان هيلثي كلها، فود يبقى ايه فود ويز شوجر اند فات، الاكل اللي بسكر وبدهون، كل ده بتتراكم على الكلى وعلى الكبد فبتبقى مضره جدا للانسان. تعالوا كده نروح بقى نحل شويه اكسرسايزز كده 279 ويلا نروح لاول سؤال عندي ريد اند ماتش، اقرا ووصل. قدامي اربع كلمات وقدامي خمس صور وهشوف ايه الكلمه اللي بتناسب الصوره اللي قدامها. نمبر 1 ديري برودكتس، ديري برودكتس منتجات ألبان، فين هي؟ أنهي واحدة في دي؟ اهي ديري برودكتس، ميلك، تشيز، ياجرت، تمام؟ لبن، جبنة، زبادي، كل منتجات الألبان. سيريالز حبوب، سيريالز حبوب، اهي حبوب القمح، القمح بنصنع منه العيش. فيش سمك، زيس شوجر سكر. تمام تعال نروح لاكسرسايز نمبر 2 كده read and match A with B. هنقرا الجمل اللي في العمود A والجمل اللي في العمود B وهنوصل علشان نكون جملة صح. نمبر 1 a balanced diet، الغذاء الصحي المتوازن. تعال نشوف بقى كده في العمود الثاني دوت هنا هعمل ايه. الغذاء الصحي المتوازن اكيد يكون مهم، is important، is important مهم، يبقى هنا هكتب number one هنا عند D. تمام رقم 2 vegetables give us، الخضروات بتعطينا ايه؟ بتعطينا vitamins، هي والفواكه بتدينا vitamins. طيب الملك give us ايه؟ gives us الملك بيدينا كالسيوم. تمام ماتش شوجر، ها السكر الكتير بقى كويس لأجسامنا؟ لا خالص، is not good for our bodies، يعني غير جيد لأجسامنا. تعال نشوف نمبر 3 كده وبيقول لي look and circle، قدامي صورة وهبص عليها كويس وقدامي كلمتين، المفروض ان انا اختار ايه الكلمة الصح اللي بتعبر عن الصورة. الصورة دي صورة بطاطس وبطاطس معناها بوتيتوز، فهتبقى دي الصورة الصح. تمام طيب بعد كده نمبر 2 عندي صورة لحمة ولحمة معناها فيش ولا ميت؟ لا طبعا ميت. تعالوا نشوف رقم 3 كده، عيش معناها بريد ولا ميلك اللي هو الخبز؟ ها بريد. نمبر 4 همبرجر اللي هو برجر ولا شوجر؟ لا برجر. تمام ترن ذا بيج ونقلب الصفحه كده ويلا نشوف 280 مع بعض. ها اول حاجه السؤال اللي عندي هنا فوق بيقول لي ايه، لوك ريد اند كومبليت، يعني انظر للصوره كويس قوي واقرا وكمل. عندي ثلاث كلمات مديهم لي وجملتين كل صورة تحتها جملة، المفروض الجملة دي ناقصة كلمة من فوق. تعالوا نشوف الصورة الأولانية اللي قدامي دي، ده صورة خبز بأنواعه بقى اللي هو عيش بلدي فينو كل الأنواع. bread gives us هو العيش بيديني إيه؟
العيش بيديني كربوهيدرات. كربوهيدرات معناها كربوهيدرات. كربوهيدرات اهي دي هتبقى في الجملة الاولانية. تمام. طيب في الديري برودكتس، في منتجات الالبان، جيف اس بتديني ايه؟ منتجات الالبان دي بتديني كالسيوم، بتديني كالسيوم المهم اللي هو المهم العظمي واسناني. تعال نشوف السؤال بقى رقم 5 بيقول لي ايه. رقم 5 بيقول لي look and scramble and write. بص للصوره كويس قوي وفي حروف متلخبطه رتبها واكتبها. عندي صوره ميه وميه معناها water. water اكتب water ازاي؟ بصوا كده و و صوت حرف ايه ده؟ حرف الواو، كاني بقول واو. الدبليو اهو اكتبها وهشطب على الواو على الدبليو بقى سوري ووتر دبليو بعديها ايه ها وبعدين تي ووتر ار اي وبعدها اور. طيب عظمه من اللي هي من عظام بون اكتب بون ازاي؟ اول حاجه بي اهي وبعد كده بو او وبعدين بون ان وبعدين الاي في اخر الكلمه بتتكتب ومش بتتنطق. بعد كده فاكهة معناها فروت. فروت اكتب فروت ازاي؟ اول حاجة حرف الاف في في فري ري ار ها وبعدها اليو فروت وبعدها الاي وبعدها التي فروت. طيب تعالوا كده بقى نروح لبيج 281 ونشوف مع بعض. في لسون 3 هنا هيتكلم عن لو انا رحت ات ريستورانت، لو رحت مطعم او لو انا في البيت حتى، ازاي اقدر اكون وجبة متكاملة، متكاملة العناصر، وجبة طبق رئيسي واقدر احلي بعده بايه الحلوة وكمان اقدر اشرب بعده ايه ويكون وجبة متكاملة، اقدر اعمل لنفسي وجبة متكاملة ازاي. تعالوا كده نشوف. بصوا كده ات ريستورانت في المطعم، الطبق الرئيسي، طبق رئيسي يعني هو الطبق الرئيسي يعني مثلا لو في وجبه غداء الطبق الرئيسي ميت او فيش او تشيكن، لحمه او فراخ او سمك، ده اسمه الطبق الرئيسي. والسي هنا بتتنطق كانها ساوند حرف الكي، مين كورس، مين كورس، طبق رئيسي مين كورس. تمام. طيب بصوا كده عندي هنا اورنج جوس عصير برتقان، اورنج جوس، اورنج برتقان وجوس عصير، شوكليت كيك، كيك الشوكولاته، كيك معناها كيك وشوكليت شوكولاته، شوكليت كيك، كيك الشوكولاته، رايس رز وبودينج اللي هو رز بلبن، رايس بودينج رز باللبن. تمام. من الحلويات يعني اللي بعد الأكل، درينكس مشروبات، درينك مشروب ودرينكس مشروبات. تمام. الجمع منيو قائمة طعام، لما بروح مطعم بيبقى فيه منيو كده بيبقى مكتوب فيه جميع الأكلات اللي موجودة في المطعم اللي أقدر أختار منها وجبة أكلها. ديزرت، ديزرت الاس هنا بتتنطق كانها زد وقلنا قبل كده علشان الاس بين حرفين متحركين قبلها حرف الاي متحرك وبعدها حرف الاي متحرك. الديزرت اللي هي الحلوى، الحاجه اللي بحل بيها بعد الاكل. كافي قهوه، السي هنا بتتنطق كانها ساوند الكي، ساوند حرف الكي، كافي قهوه، الكافي هي القهوه مشروب القهوه. وكولا اللي هي ميه غازيه، السي هنا بتتنطق بالساوند الكي، كولا كولا. والباستا اللي هي المكرونه، باستا باستا. فرايز اللي هي البطاطس المقليه، فرايز البطاطس المحمره يعني اللي احنا عارفينها، بطاطس محمره اسمها فرايز، ماشي هي اسمها فرنش فرايز. بصوا كده تعالوا نروح لبيج 282. بصوا معايا هنا بيقول لي ايه، تعالوا نقرا كده. نمبر 1 اول حاجه المسج اللي عندي هنا ايه، طبعا كلمه ويلكم، الدبليو كانها صوت حرف وا وا والسي هنا كانها بالساوند الكي، ويلكم مرحبا تو ذا ريستورانت، هي عباره عن كونفرسيشن
بين ويتر بين جرسون وبين ولد داخل مطعم. تعالوا نشوف كده هيقول له ايه. بصوا كده ادي الجرسون اهو والولد ده داخل مطعم. فالجرسون بيبدا يقول له ايه بقى. اول ما الولد دخل بيقول له ويلكم تو ذا ريستورانت، مرحبا بك في المطعم. وات عارفين ان وات معناها ما او ماذا، بسال بيها عن الاشياء. What would you like to eat؟ ماذا تحب أن تأكل؟ What would you like to eat؟ For من أجل يعني the main course للطبق الرئيسي. Here is the menu. Here is اتفضل المنيو. يعني هو بيقول له أهلا بيك في المطعم، أنت إيه اللي تحب تأكله؟ اتفضل المنيو. تمام؟ Welcome to the restaurant. What would you like to eat for the main course? Here is the menu. الولد قال له I'd like احنا قلنا I ديت اختصار ل I would بتبقى يعني أدب في الطلب. I would like some chicken. أنا أحب أو أنا أريد إن أنا أخد بعض الفراخ. And soup وشربة. Please من فضلك. تمام؟ يبقى الولد قال له ايه؟ I'd like some chicken and soup please. الجرسون بيبدأ بقى يقول له طيب خلاص ده تمام الطبق الرئيسي، طب انت هتحلي بايه بقى؟ هيقول له طيب وماذا عن الحلو اللي هو بناكله بعد الوجبة الرئيسية. And for dessert. طيب والحلو ماذا عن الحلو؟ راح قال له some rice pudding. يعني بعض، some معناها بعض من طبق الرز بلبن. Please من فضلك. Some rice pudding please. قال له خلاص طيب خلص الأكل بقى الطبق الرئيسي وخلص الحلو. هيسأله بقى عن المشروب، الحاجة اللي هيشربها بعد الأكل إيه. And to drink. طيب وبالنسبة للمشروب ماذا عن المشروب؟ فالولد قال له Some orange juice. بعض من عصير البرتقال please من فضلك. وخلاص كده Thank you. شكرا لك. TH اللي في thank بتتنطق بساوند كأنها ثا ثا ثا. طيب تمام، تعالوا كده نشوف بقى هنا بيقول لي ايه. هو بيعرفني اكتر عن المين كورس ده هو ايه. بيقول لي the main course احنا عارفين ان هو الطبق الرئيسي is the big part of a meal، هو الجزء الاكبر من الوجبة. it usually هو عادة has بيكون chicken فراخ meat لحمة fish او سمك or any other protein او اي بروتين اخر، لان التشيكن والميت والفش كلهم من مصادر البروتين. تمام؟ طيب it also has carbohydrates. كمان الطبق الرئيسي بيتكون من ايه؟ كمان من الكربوهيدراتس، كربوهيدرات like bread زي الخبز، rice الرز، الباستا or potatoes. تمام؟ مش احنا بنقدر بناكل في طبقنا الرئيسي المين كورس تشيكن مثلا ورايس فراخ ورز، بناكل ميت وباستا مكرونه ولحمه، فش وبريد او فش ورايس كده. طيب تعالوا كده نشوف البيج 283 كده، وبيقول لي سيركل وات يو وونت تو ايت ويز. اللي انت عايز تاكله حط عليه دايره باللون الجرين، واللي انت عايز تشربه باللون الريد، و what you want to for dessert اللي انت عايز تحلي بيه باللون الازرق. تعال نشوف كده المين كورس. بيقول لي كده في المين كورس الطبق الرئيسي ايه. برجرز اند فرايز. برجرز اند دي المنيو اللي بتكون اما بدخل مطعم بتكون موجوده قدامي وبختار منها قائمه الطعام. بصوا كده المين كورس برجرز اند فرايز، يعني همبرجر وبطاطس محمره، ولا فيش اند رايس، ولا سمك ورز، ولا تشيكن اند باستا، ولا فراخ ومكرونه. والدرينكس قائمه المشروبات بقى جوس عصير وكافي قهوه وتي شاي وكولا اللي هي اي نوع من انواع المياه الغازيه البيبسي يعني. سالادز السلطات، جرين سالاد السلطه الخضراء، ويجرت سالاد سلطه الزبادي. والديزرت اللي هي الحلوى بقى ايس كريم جيلاتي المثلجات، والشوكليت كيك اللي هو كيك الشوكولاته، ورايس بودينج رز باللبن. تمام. تيرن ذا بيج نقلب الصفحه. عندي بيج 285
اول سؤال معايا مديني 3 كلمات ومديني قصادهم 4 صور، كل كلمة المفروض اوصلها بالصورة المناسبة. اول كلمة عندي كلمة ريستورانت، ريستورانت، ريستورانت مطعم، مطعم مكان بيبقى الناس بتروحوا علشان تاكل فيه. This number two fish، fish سمك، سمك. This باستا، باستا مكرونة اهي. تعالوا نشوف السؤال رقم 2، look read and complete، انظر واقرا وكمل. تعالوا نشوف، بصوا في الكلمات هنا ايه، ديزرت حلوة، وكولا مياه غازية او بيبسي، ومنيو قائمة طعام، وفرايز بطاطس محمرة. في الصورة الأولانية صورة لقائمة الطعام، قائمة الطعام اللي أول ما بنروح المطعم بيدوها لنا، بيبقى مكتوب فيها الأكلات اللي أنا أقدر أختار منها وجبة أكلها. Here is the، يعني اتفضل الإيه، the menu، اتفضل قائمة الطعام. أكتب منيو إزاي، مي حرف الإم، مي إي كسرة خفيفة، من إن منيو حرف اليو. Number two I'd like to drink، يعني أنا أريد إن أنا أشرب كولا، كولا أكتبها إزاي، السي بس بتتنطق بساوند الكي، كو حرف الأو، كول لا لا حرف الإي، كولا وبعد كده الإي. Number three I'd like burger and، ها يعني أنا أريد الهمبرجر وإيه كمان، والفرايز والبطاطس. I'd like burger and فرايز، فرايز مقلية يعني محمرة، تمام، ف ر ار فراي اي وبعدها اي وبعدين اس. تعالوا نشوف نمبر 4 كده، اتس ماي فيفوريت، ها ديزرت يعني انه اكتر حاجة، اكتر حلو مفضل ليا من الحلويات اللي اقدر اكلها بعد الطعام، ديزرت، تمام اهي. طيب تعالوا نشوف كده السؤال رقم 3، look and scramble and write، انظر للصورة كويس قوي، رتب الحروف واكتبها. هي قهوة يعني ايه، قهوة يعني كافي، كافي اكتب كافي ازاي، حرف السي بيتنطق بالساوند الكي وبعده الاو وبعده اف، كف ف واف كمان وبعده كافي، اي واي بعدها كافي، قهوة. طيب ديزرت حلوة، بكتب ديزرت ازاي، حرف الدي وبعده الاي وبعدين الاس وبعدين الاس كمان وبعدين ديزرت، اي وار وتي، تمام. شربة سوب، اس او يو بي، شربة معناها سوب. Turn the page ويلا نشوف page 286 كده مع بعض، وهنشوف السؤال رقم 4، بيقول لي look and circle، انظر وحط دايرة. الصورة الأولانية صورة طبق رئيسي واضح قوي، لأن هو عبارة عن فراخ ورز، chicken ورايس، فيبقى طبعا ده ديزرت، ده حلوة، ده حاجة بحلي بيها بعد الأكل، ولا ده طبق رئيسي؟ لا ده طبق رئيسي اللي هو المين كورس، تمام. طيب نمبر 2 عندي هنا، انا شايفه ان دي قطعه من الجاتو او الكيك، فهقول عليها درينكس ولا ديزرت؟ لا طبعا دي اكيد حلوه، فهتبقى ديزرت اللي هي تشوكليت كيك، كيك الشوكولاته. كمان عندي ده واضح ان هو مشروب، في شاليمو اهو، فده درينك ولا مين كورس؟ ها ده درينك مشروب. نمبر 4 عندي ده شاي، الشاي معناه تي ولا كافي؟ ها شاي معناه تي. تعالوا نروح لنفس الصفحة بس السؤال رقم 5، read and take true or false. قدامي صورة وقدام الصورة جملة المفروض انها بتعبر عنها، فانا هشوف لو بتعبر عنها صح هعمل علامة، هكتب علامة الترو، لو مش بتعبر عنها هكتب علامة الفولس. Number 1 welcome to the restaurant، مرحبا بك في المطعم، ها فيبقى ديت، لا يبقى صح، يبقى انا هحط في السيركل اللي هنا علامة الصح، تمام. Number 2 I'd like rice pudding for dessert، انا احب او انا اريد ان انا
اكل رز بلبن للحلوى، وانا شايف هنا ايس كريم، لا يبقى لا، دي الجمله مش بتعبر عن الصوره، يبقى انا هعمل فولس. بعد كده نمبر 3، I'd like to eat pasta، انا اريد ان انا اكل مكرونه، وانا عندي هنا في الطبق فعلا مكرونه، فهعمل علامه الترو هنا. طيب اخر سؤال عندي بقى، سؤال البنكتويشن، سؤال اللي هو ضع علامات الترقيم، بعمل ايه فيه؟ بحط اول حرف كابيتال على طول، اول حرف في الكلام جمله او سؤال لازم يكون كابيتال. طيب ان انا عندي كده في قواعد البنكتويشن عندي لازم اكتب الكابيتال ليترز، لازم في بدايه الكلام جمله او سؤال لازم اول حرف هكتبه كابيتال لازم. تعالوا كده نشوف قبل ما نبدا اي كلام، اول حرف هنا حرف ايه؟ الدبليو، لازم اكتبه هنا ايه؟ كابيتال، اهو كتبته كده. طيب افضل امشي 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 في اي حاجه هنا خالص؟ لا خالص. طب في الاخر بقى هنا كده هكتب نقطه ولا علامه استفهام؟ ده هيتحدد حسب ايه؟ حسب نوع الكلام ده، جمله ولا سؤال؟ علشان لو جمله هحط فول ستوب، هحط نقطه. طيب لو سؤال هحط علامه استفهام. ايه اللي هيحدد لي؟ اللي هيحدد لي اول كلمه خالص، اول كلمه خالص هي اللي هتحدد لي احط نقطه ولا علامه استفهام. اول كلمه كلمه وات. طيب هي وات دي ايه؟ وات دي اداه استفهام، وطالما بدات الكلام باداه استفهام يبقى احط في الاخر نقطه ولا علامه استفهام. لا بصوا اهو، علامه استفهام question mark في نهايه السؤال، يبقى انا كده هعمل في الاخر هنا خالص علامه استفهام. وبكده اكون خلصت درسنا. تعالوا بقى نشوف الهوم ورك قبل ما نقفل. بصوا الهوم ورك هو في بيج 284، ماشي اهو، ده ريستورانت وديزرت وباستا ورايس بودينج وكافي ومنيو ومين كورس وتشوكليت كيك وفرايز، تمام؟ الكلمات ديت هنكتبها مع بعض. وكمان هنروح ل يونت، احنا اخدنا التشيكن واخدنا التشيكن. بصوا في الكراسه الانتر اكتف، الكراسه التفاعليه انتر اكتف نوت بوك دي، هنروح ل هنا هناخد كلمه واحده اللي هي تشيكن اللي اخدناها النهارده، تشيكن معناها فراخ، تمام؟ عرفنا خلاص هنجيب صورتها منين؟ في اخر الكراسه خالص هنلاقي اهو، هنا هندور على صوره الفراخ هنا تحت الكلمه المكتوبه يونت 12 دي، وهنقصها وهنحطها هنا. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو، واتمنى كمان منكم تعملوا لايك وشير علشان يوصل لعدد كبير قوي ويستفيدوا منه. باي باي.